كل ما بفتكر الاعلام بتاع محدش بيعمل لك اعتبار، انت محدش شايفك، بفتكر مانشستر سيتي بالظبط يا اخي، وافتكر التحكيم بيعاملنا ازاي في الدوري الانجليزي. يعني كلنا كنا قاعدين نشتكي بعد ماتش ليفربول ان اللقطه اللي حصلت دي كان مفترض ان يتم طرد فيها ميلنر بالانذار الثاني، وقلنا لو الكلام ده حصل في ملعب الانفيلد او في الاولد ترافورد مانشستر يونايتد وليفربول الكلام هيختلف. دلوقتي حتى مش محصلين ليستر سيتي، يعني ليستر سيتي نفس الخطا اللي تم طرد فيه امريك لابورت لسه عامله جوني ايفنز على بيري امريك وبيانج وخد فيه انذار. انت بقى في السيتي في ملعب الاتحاد في ملعبك وبدل اللاعب طرد. يعني بعيدا ان انا اول ما فتحت التلفزيون لقيت 1-0 كريستال بالاس، واول ما عرفت ان 1-0 كريستال بالاس وزها جاب الجون خلاص يا معلم، 10 لعيبه من كريستال بالاس هيقفوا قدام الجون وهنفضل نلعب في ال 18 طول الوقت. هنسجل انت بقى الله اعلم ليه بقى، لان احنا ما عندناش فروت واحنا بنحنكش كتير وما عندناش فروت، احنا قاعدين نباص من 18 وما بنفكرش نلعب عرضيه ليه؟ ما زي ما قلت لك بقى، يعني الحاجات الفلسفيه اللي احنا ما فيش اي حد فينا هيفهمها لحد ما يموت، اللي هو ليه جابريل جيسوس بيلعب ناحيه اليمين وليه في الفودن هو المهاجم الوهمي وهنلعب عرضيات لمين لو اتقفل علينا الاطراف هنعمل ايه؟ ما فيش، احنا اشتغل اعمل اللي انت عايزه يا باشا. طب دلوقتي باتريك فيرا جاب فيه جون اول 5 دقايق والفرقه كلها رجعت وقفت قدام الجون، هتعمل ايه دلوقتي؟ لا عشان كده ريتشي ده مش بيجيب جوان اساسا، ده اخره ياخد الكره من قدام يفضل يلف بيها حال نفسه ويرجعها لورا. ونفسي افهم يعني ليه ما تبداش مثلا بهذا الجاك ناحيه الشمال بتاعته ورياض الناحيه الثانيه وتلعب بجبريل جيسوس الفرود اللي حالتنا فرود، انما لا احنا لازم نتفلسف بقى ايه اشرب بقى ام الفلسفه والعمق بتاعك. وحتى التحكيم طرد لنا رابورتو بعد الطرد على بورتولتو خلاص هي قفلت كده وجابت اخرها. نسكت بقى؟ لا نغير مين؟ كيفن دي بروين. كيفن دي بروين هو اللي يطلع وننزل مكانه جون ستونز، واول ما جون ستونز ما ينزل يلعب واحده تقول له فيل فودن لعبها عرضيه جابريل جيسوس يجيب جون، الله اكبر اتعادلنا. لا ما انا بقول لك ما هي دي المأساة بقى اللي لازم تكون معانا، ان احنا الوقت اللي محتاجين نتعادل فيه لازم يطلع الفار يقول لك لا اللعيب بتاعك بص هو في صباع ايد كده كان متقدم في نص ركبه متقدمه، لازم يطلع لك اي حنكشه تقول ان الكره دي اوف سايد. حاجات كده ما بنشوفهاش غير مع مانشستر سيتي، يعني نفسي اشوف الحاجات دي مع ليفربول او مانشستر يونايتد. التحكيم بيعاملنا معامله ارسنال، هو انتوا كده كده مش نادي كبير تاخدوا على عينيكم برضه هتتظلموا تحكيميا. طب ماشي يا معلم نسكت على كده؟ لا هننزل رياض محرز مكان جو كانسيلو ورحيم ستيرلينج مكان جاك جريليش اللي موجود في الملعب 77 دقيقه، ومستني بقى من رياض ورحيم ستيرلينج هم اللي يحلوا لك المايله. ما قلت لك قفلك ام الاطراف وهو دلوقتي بيلعب 11 وانت بتلعب 10، ايه اللي هيحصل؟ طبيعي هو هيسجل وانت هتاخد القبح وتروح بقى تكمل ام الفلسفه دي الماتش الجاي قدام دينامو كييف. حلو الكلام؟ مش حلو خالص، لان احنا في الجوله دي لا احنا استفدنا ولا ليفربول استفاد وتشيلسي هو اللي طالع زي القطر. شكلنا هنلبس والله وشكلها ما فيها دوري السنه دي، بس بصراحه الفلسفه الكتير اللي بيعملها هذا جوارديولا ما تقولش ان احنا نستحق ناخد دوري خالص. حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وجاك جريليتش ورحيم ستيرلينج في ساعه واحده. انا عجبك الفيديو اعمل لايك بعد كل الحسبانه دي، يعني لو ما عجبكش براحتك بقى اعتبره 90 دقيقه اللي احنا اتلفينا فيهم اتنين دول.